يقول: إنني أصلي الوتر بعد صلاة العشاء، فآتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، إلى آخر الدعاء، ثم آتي بالدعاء لنفسي، فهل ما أفعله صحيح؟ هذا شيء طيب، إذا أتيت بالدعاء الوارد: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، إلى آخره، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما، ثم زدت على ذلك بأدعية شرعية لك وللمسلمين، ليس في هذا حد محدود، يجوز أن تدعو كما يسر الله لك من أنواع الأدعية النافعة لك ولوالديك وللمسلمين. جزاكم الله خيرا.